مرحبا أصدقائي، قتل الربيع مسلسل اجتماعي درامي سوري أنتج سنة 2004 من إخراج يوسف رزق وتأليف هاني السعدي، وشارك فيه العديد من عمالقة الدراما السورية مثل عباس النوري وأسعد فضة ومنى واصف وسليم كلاس وغيرهم. يتمحور المسلسل حول مجموعة أسر تعيش في عمارة واحدة، ومع سير الأحداث وتشعب الصراع تتداخل الشخصيات وتنشئ علاقات وتتنوع الأماكن. معظم الشخصيات تميل إلى الطرافة في معالجة مشاكلها، لكنها سرعان ما تصدم بالواقع الذي يحول الطرافة إلى نزاع مع النفس البشرية. وإليكم الآن أبطال المسلسل بعد 18 سنة. انسى الضمير، انسى الضمير، صعب الضمير انسى، دربك طويل عندي نفس لسه، كل ابن هم نهم نهم في خوفي من غصة الناس وحوش، الناس اخوانك توصل من جوا مالا خايف من ساعة فيها حساب.